مشاهدينا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتواجدوا معكم من قلب مدينه بوزنيقه في موسم تبوريده المباريات الجهويه لتبوريده 2022. اذا كيف ما كتشوفوا اجواء جد رائعه هنا بمدينه بوزنيقه في هذه المباراه الجهويه لتبوريده 2022. كيف ما كتشوفوا اخيرا الناس قدروا انهم يجيو ويتمتعوا بالاجواء ديال تبوريده، خاصه انه هذه سنتين ما بقات قامت بحال هاد المباريات بسبب جائحه ديال كورونا بطبيعه الحال. هنا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا كنتواجدوا بمدينه بوزنيقه في موسم التبوريده المباريات الجهويه لتبوريده. كيف ما كتشوفوا الصربه الان قادمه في اتجاه ديالنا، نتمنوا انها تكون واحد تلقاء موفق ان شاء الله. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا إذا هاد السربة قامت فقط بالتحية. وسط التصفيقات ديال الجمهور اللي فرحان بالموسم. إذا مشاهدينا العدد ساحقوا بنا كنتواجدوا بمدينة بوزنيقة في المباريات الجهوية تبوريده 2022. كيف ما كنشوفوا الآن سربة كتقوم بالتحية. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدين ما شاء الله هي اللي زوينة وتبارك الله ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا كل شيء فرحان بالموسم كيف ما قلنا من بعد سنتين الموسم تحل في وجه الناس، خاصة أنه سنتين ما بقات قامت بحال هذه المباريات بسبب جائحة ديال كورونا. بالنسبة للعشاق ديال الموسم وديال الخير كاين الموسم هنا بمدينة بوزنيقة، بالنسبة للعشاق ديالو اللي بغى يلتحق راه كاين الموسم في بوزنيقة. إذا كلشي في انتظار الصربة الثانية باش تقوم بالقرصة. إذا مشاهدينا غنحاولوا أننا نوريكم الموسم أكثر. سلام الحاج، نسولك على الموسم كي جاك العام. مزيان مزيان مزيان، هاد المقدمين نطلبوا الله يسهل عليهم كاملين الساكن، راهم كاع متاجين الموسم. دابا عامين ما بقيتش وحضرت الموسم بسبب كورونا. عامين والصرف اللي ما بقيناش. عامين والصرف، هذا أول مرة غتحضر من بعد. يلاه هاد العام اللي رخصوا لهم باش. هاد العام اللي رخصوا لهم. هاد العام باش. شوفوا فرحانين بالموسم. واه معلوم غادي نفرحوا، شحال هذا نطلبوا الله يحيد لنا هاد الوباء وداك الشيء. كي دايره المنافسة بين الصربات؟ المنافسة نطلبوا الله تيسير كل شيء للجميع. سلام معنا الشباب تبارك الله عليه، حتى هو حاضر في الموسم بعد عامين ديال تحرمتوا. عامين ديال الغياب، غياب طويل. وان شاء الله الله يجعل التيسير ان شاء الله وتوفيق لجميع المقدمين اللي مشاركين ان شاء الله في هذا العرس. عرس هذا اول مره غتحضروا من بعد كورونا؟ غتحضروا الموسم؟ لا حيت ما كانوش المواسم، هذه اول ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله يكونوا الموسم، وكنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. بالنسبه لكم نتوما العشاق ديال الموسم ديال الخيل، يعني جاتكم صعيبه هاد العامين ما تحضروا حتى شي؟ وهي البليه شويه صعيبه، ولكن الحمد لله الحمد لله ملي دازت الامور ان شاء الله كلشي بخير الحمد لله. بغيت تقولوا للمقدميه وكنطلبوا السلامه. كنطلبوا لهم السلامه والتيسير والحضار، الحضار ثم الحضار، والله يسهل عليهم جميعا. شكرا الاخ، شكرا. خذ الشري سي الحاج. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا سي خالد. وحنا اول حاجه كنشكروا صاحب الجلاله صاحب الرعايه السامي صاحب الجلاله الافتتاح ديال الاقصائيه ديال دار السلام الى دار السلام في الرباط،
فرحانين حنا بزاف على هاد الانطلاقة والفرجة اللي كانت الصباح اللي قدمت جهة الدار البيضاء الكبرى بالمرتبة الأولى لأسامة العسري على جماعة المحمدية زناتها وعبد الله حارث من جهة الدار البيضاء الكبرى. واليوم كان الصدفة عاوتاني جهة ديال السطات والمشاركة ديال السيد ماهر الباشير الفائز بالمرتبة الأولى للسنة الماضية الذهبية في دار في الرباط دار السلام. وهذا فرح كبير على هذا الافتتاح ديال هذه المهرجانات وهذه الروح الرياضية. وكنطلبوا السلامة لجميع الخيالة والتيسير ومبادرة طيبة هذه. وهذه قرصة مزيانة وبداية موفقة إن شاء الله. دابا ان شاء الله غتكون الاقصائيه دابا اللي كاينه دابا ان شاء الله نهار الخميس جهه 16 ومن بعد يومين اخرى غتكون جهه ديال الرباط سلام. اي ان شاء الله المقدمين اللي كنطلبوا اليوم هو التيسير والله يجيو التيسير والتوفيق ان شاء الله والحضار والمزيد من الالقاب باش يشرفونا ان شاء الله. في لجنة التحكيم اللي كنشكرهم على التحكيم ديالهم الجيد والنزيه وكنطلبوا مازال ان شاء الله تكون شي حاجه مزيانه تبارك الله كثر والمزيد المزيد ان شاء الله من الفرجه والمتعه ان شاء الله. اي احنا دابا احنا هادي عندنا ورث عن ابان عن جد. اي وهاد العاملين ما دوزنا المكافاه الموسم الاول وكانت شويه عندنا ناقصه القضيه كل عام كتشوفي الحباب كيشوفوا الناس كتشاركي في مهرجانات في اقصائيات. والحمد لله دابا ملي تم الافتتاح ديال الابواب ديال المهرجان غيكون الخير ان شاء الله والمزيد ان شاء الله من يا رب. شكرا كنشكركم كنشكروا محمد يا خويا. مرحبا اضافه ثلاث نساء سلام الحاج. سلام ابنتي لاباس كي كيجيك هاد زين ابنتي زين تبارك الله الله يحفظهم العام الله يحفظهم ابنتي الحمد لله كنجيو بغيت يكون ولكن هالسنوات كانت شويه القضيه ما كانش هاد العامين فرحنا 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 محدنا باقيين حيين شلنا الشبوان تيلعبوا تبارك الله على الخيل وليداتك كتشجعيهم على الخيل وعلى الخيل كيدايرين زيناتهم تبارك الله بني. ما شاء الله. إذا شويه الحاجه الكلمات بغيت تقولها للمقدميه طلبوا لهم السلامه والله الله يكمل عليهم بخير والله يحفظهم والله يكمل عليهم بخير وخلي الناس فرحانه كل شيء بنادم كل شيء المغرب الله يخليهم ديما فرحانين. دعيوه مع الناس اللي كيشوفونا فرحانين بنتي فرحانين شي دعيوه للناس اللي كيشوفونا شوفي الله يجازيك بخير الله ينورك بنتي تبارك الله عليك. شكرا الحاجه شكرا شكرا. إذا كي جاتك هاد القرصة اللي داروا؟ هاد القرصة اللي داروا دابا باقيين دابا يلاه كيف التدريب وين القرصات كاع مزيانين كلهم غاديين كاع ستة الصربات وشناهي كاع غاديين في المستوى كاملين ونطلبوا لهم الله الله يجعل سيدي ربي ساهل عليهم. الله والله ينصر سيدنا. شكرا شكرا. كان في المرتبة الثانية. إذا خليكم معنا مشاهدينا. السلام عليكم. حد كلمة. الله يجيب الشفاء. سلام سيدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو كي جاتك الاجواء ديال الموسم؟ كلشي زين الحمد لله. عامين ما كان حتى شي موسم هذا اول. الجميع الله يسهل الجميع. شكرا. هي الاخصائيه ديال السكيمير. صافي الله يجيب الشفاء. يلا. اذا مشاهدينا خليكم معنا باش تشوفوا الاجواء ديال الموسم. كيف ما كتشوفوا كلشي فرحان من بعد هذا الغياب ديال سنتين او سنتين وما يزيد على سنتين اللي كانت غياب الناس اللي مبليه بالخيل ما قدوش انهم يزاولوا هذه الموهبه ديالهم ولكن الحمد لله جاء الفرج. كيف ما كتشوفوا هذه الاجواء ديال الموسم كلشي فرحان كلشي رجعت فيه الحياه من بعد ما طلق الموسم. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا كنتواجدوا بمدينه بوزنيقه خليكم معنا مشاهدينا نشوفوا هاد القرصه
قولي لنا كي جاتك هاد القرصه دابا؟ وشويه بركه ماشي داك الدق اللي كتعرفي دابا سنتين ما كانش يعني ما كانش الموسم. كيفاش نتوما العشاق ديال الخيل كيفاش عشتوا هاد العامين بلا ما يكون شي موسم بلا ما تكون واداز ثقيله بزاف ما كحلى الزحله خلاصو فيها او يا شقنا لهادشي. شنو كلمات بغيو تقولها للمقدميه؟ والله يدير الخير هاك الله يجيب تيسير. طلبوا الله يجيب تيسير جميع الخياله. هاد العامل داز تكرفصنا بزاف ماشي شويه لا من ناحيه حاجه ناقصاكم ناقصنا كلشي. مرض لك العود تبغي تسطط مرض لك المرض تبغي تضحك حدا راسها مرض لك العود تبغي تحذيه. باش نكونوا واضحين في هاد النقطه ديال موالي الخيل فهمتي ان الخيل كجدي في الدم من ابا عن جد ماشي هكاك. كنطلبوا الله يجيب تيسير جميع الخياله. انا كتشوفي حنا بليين من كبيرنا وصغيرنا وارثين وابا عن جد. انا جد الوالد ديالي الغزواني والشيخ عبد الله كان كيتبارو كان كيدير هادشي ديال الخيل. مولاي زيدان هذا الابن ديالي اصغر سن هو معايا حتى هو كان بغينا نخليه لي هاد الصورات على هاد الخيل جدودنا. هذا هو اللي كاين. نطلبوا السلامه لجميع الخيال وشكرا لك على هاد كنطلب السلامه لجميع المقدميه والله يجيب تيسير الجميع. هاد الموروث الثقافي صعيب صعيب بزاف يعني موالي الخيل كنطلبوا لهم السلامه للجميع السلامه للجميع. هذا هو اللي كاين ونطلبوا السلامه للخياله والله يجيب تيسير للجميع. الله يحفظ لك الوليد شكرا سلام. اذا خليكم معنا مشاهدينا غنمشيو نصور لكم من زاويه اخرى باش تشوفوا كيف دايره الاجواء. سلام سيدي عرفنا براسك بعدا. معكم السيد رحال السعدي رئيس ديال الخيالة اللي مسكين الغربية ومقدم ديال الخيالة والشيخ المزيد حسن تحي. تحدث لنا على المباريات الجاوية ديال هاد الغياب ديال العامين. احبب هاد احبب لينا وزين لينا ثاني هاد المباراة. قد غيبوا قد بنادم قد ما تغيبوا هاد المباراة قد ما تحبوا عاد المواطنين. دابا حنا اليوم شوف تبارك الله ماشي في الصباح حدوها وعزوها لان توحشوها ما وصلت الوقت حتى بحال كانت الناس مفطومة سمعوا الباروت جاد منكم ولهذا لان هو الخيل عزهم الله مع زينبتنا لان قال الخيل بنا واصي الخير الى يوم القيامة. الخيل معقود بنا واصي الخير الى يوم القيامة. وآية أخرى اش كتقول لك؟ يغزيون للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه. هنا الخيل عزها الله ماشي عز البشر خلقها مع الحيوانات دار الخيله والبغاله والحاميره عقب هزنا من الزعمره ودار مزه. ولهذا كشكرا وكنشكركم انتم تاو نصطادوما انتم ديو الصاد ديالنا ياك وانا نصطاد. ولهذا هذا الدار البيضاء وانا نصطاد. هاك زيدي صور هاد القصة ممتازة أو المقدم ديالها المقدم ديالها كيقولي من القصيبة من ناحية السطاد من القصبة. الشروط ديال القرصة تكون مكمولة من البداية النهاية من البالي حافظ الله من الهزة المكحل من القلبة والخرطة والقرنة ويغوت وتجي القرصة هي هذيك هي الشروط ديالها مكمولة. السلام عليكم. هذا ابو ناصر وشعيب من ولاد حدو جينا هنايا لهذا الحمد لله لهذا المباراه كنتفرجوا مع الخيل الحمد لله والدراري راكبين تاهما هيا وليداتنا كاع راكبين هنايا وجينا كنتفرجوا الحمد لله وكل شيء زين اللهم لك الحمد. هذا المقدم رشيد عفيفي راه هو راكبين مع الدراري ولادنا الحمد لله وكل شيء بخير وغادي. شكرا الحاج شكرا شكرا. خليكم معنا مشاهدينا.
إذا مشاهدينا هذه الأجواء في موسم بوزنيقة. سلام. لا يلا جينا لقسايات فرحانين وعجبنا الحال والله ينصر سيدنا والله يعاونو هاد الناس ديال الجوده. هاد الناس فرحانين وجيدين ومواكلين وشاربين والله الا نسينا هذاك الغضب ديال كورونا الحمد لله ونشكروه. كتكوني ديما في الماسم كاع الماسم اي مسلم كنمشيو له حنا عايشين غا مع هذا حفيظه الرمه ديال الخياله تنتبعوهم فيما مشينا تابعينهم الحمد لله نشكرهم. شكرا الله يعاونكم الله يخلص التلفزيون على خير. كمال في بوزنيقة الموسم نتمنوا الناس اللي ما عارفينش انه راه كاين موسم بوزنيقة راه كاين نتمنوا انه يكون حضور بكثافة. اجي حدا ناس ديما انايا من الاجنام ولا ديما انا من كنظم الموسم وكنشكر صاحب الجلاله الله ينصرو الشريف مولاي عبد الرئيس جمعيه المملكه المغربيه الفروسيه والتوريده. انا كان دابا التنظيم ديالي هي المواسم وكان نتبع شي 73 انت اللي منظم لا هذه ديال لاسوليك ديال سيدنا. انا كننظم المواسم العاديين والمهرجانات اللي في محل في اقليم سطات وكنفرق نوزع البارود وكان هذا هو. تحدث لنا بعد الغياب ديال واحد العامين والصرف ديال بقى لا موسم لا والو الشعور ديالكم دابا ملي اول مره شفتوا وداكشي زوين بقى محافظ على اللباس وعلى السروج وعلى الخيول وبقات الناس واخا العلف غالي بقات الناس فينا كتعلم وكتقاسي مع البهيم حيت هذا الشيء هذه الثورات ديال المغرب ما غاديش نقدر يفرط فيها لان هذا الشيء ضروري من العود يبقى في الدار. وحشتوا الخير. وحشنا الخير يا عامين ونطلبوا الله الحمد لله الله ينصر سيدنا ويفتح لنا الباب الله ينصرو. وغادي دابا التوارد غادي تكون دابا مزيان غتكون دابا دار سلام. كلمه المقدمه. والله ينصر القاعدين ديال المغرب كاملين وكنشكرهم وكن الله يعاونهم. نتمنوا لهم السلامه. علينا وعليهم الله ينصر سيدنا. شكرا شكرا. سلام لاله. سلام عليكم. معنا السيده اللي كتبيع القهوه. اجي لاله. السيده اللي كتبيع القهوه هنا في الموسم في البحر تنكرب بلاصوليات الله يطول عمر. معروفه هنا في معروفه معاهم هنايا مع الخياله واكلين معاهم شاربين معاهم الله يبعد منا هاد كورونا والحمد لله من تحلت لنا الحدود وزينت الدنيا الله يطول عمر سيدنا. هذه اول مره من بعد عامين شفتوا الموسم شو الشعور ديالكم؟ كنا كنشوفوا شي حاجه ما كتعجبش دابا الحمد لله وشكر لله دابا مزيانين متخمين بخير الحمد لله. باش معروفه انت في بوزنيقة هنا في مينا مولات البلاصولات مينا مولات البلاصولات نتمناو كلشي شماليه الزوينه تبارك الله ما شاء الله اللي جا لبوزنيقة يسول عليها ياخذ عندها القهوه البلاصولات لولاكسات باب البحر اللي بغاوها تلقى واحد الشماليه صافي لا شكرا. سلام سيدي عارفنا براسك. إذا كي جاكم الموسم من بعد عام؟ موسم مزيان ونظام مزيان هادشي تيعجب وتيفرح على هاد. شو كلمات تقولها للمقدمين؟ كلمات توجهها للمقدمين؟ والمقدمين نقول الله يسر عليهم الشيء اللي غنطلبوا لهم. شكرا سيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا براسك ياك عزيز خيال حتى هو ومبليين بهذه الهوايه والحمد لله ملات الحمد لله تلقوا هذه الجائزه تحتها الفرصه التقليديه بدينا نشاركوا مع اصحابنا الفرحه ونتقاسم معهم الفرحه بحال هكا بعد واحد سنتين وما يزيد ديال الغياب 19 تقريبا كثر شي عامين ونص تقريبا هذه يعني كان شي حاجه ناقصاكم في العام تماما حيت الانسان ملي كي كيكسب واحد العاود وكيسيع له وكيصرف عليه خاصو اقل حاجه خاصو يشوفو مثلا يركب عليه ولا يتبورد بيه ولا يشارك في جهات حتى ثاني باش يعني باش يفوز على راسو شويه هادشي اللي كاين بليت خايل صعيبه بليت صعيبه حيت الهوايه كيبغيها كبير وصغير بنات وولاد كلشي كيبغي الهوايه هادي يعني وهادي التراث المعروف بالمغرب الحمد لله. كلمه للمقدميه اليوم والمقدميه كنطلب لهم التيسير والله يسر لهم والله يعاونهم وراهم صباره
هادشي اللي كاين. شكرا سيدي. شكرا شكرا. سلام سيدي. واحد الدعيوه المقدميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله سبحانه وعز وجل ان يجعل سفينتهم سفينه نوح عليه الصلاه والسلام. الله ينجيهم، الله يحفظهم في محفظه بيتك الحكيم، الله يحفظ القران الكريم قائدين وقائدين، الله يحفظهم في السفر والحضاره، يحفظهم في الليل والنهار، الله يتولى امرهم، الله ينجح الجميع. نعم امين. شو الشعور ديالكم اليوم؟ شو الشعور ديالكم اليوم بعد ما يعني تحل؟ هذا فرح بتبريده وفرح اول بان الله سبحانه عز وجل امطر علينا هذا الغيث. اسال الله تعالى ان يكون هذا الغيث غيث نافع، يعني ان شاء الله مريئا هنيئا. اللهم امين. شكرا. السلام والسعاده ان شاء الله. اللهم امين. شكرا شكرا. سلام خويا. وعليكم السلام. اذا بعد واحد الغياب ديال عامين وزيد عليها الصرف. يزيد انا ربع سنين هادي ما بقيتش شد الموسم بحال ما كان بليب بالخيل. بليب بالخيل كنجي كنتفرج كنريح بحال ما كنريح، خاصني نريح قدام الخيل، خاص البارد يطرد حدانا. الخيل ديالنا يعني تراث مغربيه كتشرفنا، كيشرفنا حنا هذا الشيء هذا كامل كيشرفنا، وكنشكروا الناس اللي واقفين على هذا الشيء هذا، وكنشكروا الناس اللي تيحركوا والمقدميه، ورحنا فرحانين بزاف الحمد لله. الله يلا فرحانين ومن بعد هاد الامطار ديال كلمه المقدميه، وكنشكروهم بزاف، كنشكروهم وكنايدوهم على الشغل ديالهم اللي كيخدموا، راه تيخدموا على هاد الشيء هذا، وكيصيبوا يعني صباره كيطردق عليهم بارود، كيطيحوا في مواقف بزاف، وكيحاولوا كيصبروا وكيجاهدوا باش يعطيونا حنا واحد الصوره تكون. دابا قول لي هذه هي الجلسه ديال الخيل اوريجينال. الجلسه ديال الخيل تتريح بحال ما هك، العاود تيجي تا قدامك تشوف التبوريده ديالو كتفرج يعني. واخا يجيبوا لك كرسي ما تاخذ. ما ناخذوش، خاصني نريح نتريح في الارض صافي ونتفرج باش تعرف القرطه فين غاديه وكترويك كتحس بيها. شكرا شكرا صافي شكرا. اذا مشاهدينا بعد ما غنشوفوا هذه القرصه الاخرى غنكتفيوا بهذا القدر، خليكم معنا باش نشوفوا اخر قرصه ان شاء الله، نتمنى انها تكون موفقه. اذا مشاهدينا كيف مشيتوا؟ كلشي فرحان بالخير الحمد لله، كلشي فرحان بالرجوع ديال الخير، كلشي يعني كان كيتسنى امتى تجي هاد اللحظه باش يجلس ويشوف الخيل جاي ويشوف القرصات. الحمد لله الله يرفع علينا هاد الوباء. اذا مشاهدينا غنكتفيو بهذا القدر، كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو معكم في لايف اخر بعد قليل. يلا نمشي.